أوكي، إذا ننهي الشابتر هذا بسكشن أخير اللي هو 3-6، واللي بيحكي عن properly divergent sequences. properly divergent sequences إنه في عندنا أكثر من حالة إنها تكون السيكونس convergent، يعني divergent. في sequences بتكون divergent لأنها بتتنقل بين الليمتس، زي مثلا سالب واحد to the n. سالب واحد to the n عناصرها واحد minus واحد one minus one، فما بتستقر على لقب معين. وفي sequences تانية زي n مثلا، هاي بتكون واحد اثنين ثلاث، بتضل متواصلة حتى توصل للإنفينيتي. يعني شو يعني convergence للإنفينيتي؟ هذا هو اللي بدنا نحكيه هون بهذا المكان. في فرق بين واحد اثنين ثلاثة أربعة لضل ماشيين بهذا الشكل، أو واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد. هاي السيكونس نسميها properly divergent sequence، اللي إنها بتروح للإنفينيتي أو الماينس إنفينيتي. يعني هي بتقترب من، بس مش من عدد، بتقترب من الانفينيتي. هذا النوشن، كيف بدنا نعرف انه في عندي سيكونس تقترب من الانفينيتي؟ هذا هو. حناخذ فقط، حنختصر في هذا السكشن على التعريف، ايش المقصود في هذا الشيء، شيء سريع يعني، بس لمحه سريعه عن هذا البروبرلي دايفرجنت سيكونسز. فعندي هذا الديفينيشن، let x n be a sequence of real numbers. تمام. We say that واحد xn tends to infinity or approaches infinity if. هلا لما كانت xn تقترب من ال a، هاي لما اخذناها في بداية ال chapter هاد، كنا نقول انه xn minus l اقل من epsilon، يعني بدنا انه حاصل المسافه بين هاي وهاي اقل من epsilon. بس هلا xn minus infinity هذا اشي مش معرف، بالتالي شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا نعرف هذا التعريف؟ التعريف بالشكل التالي، يقول انه xn بنقول انها بتقترب من الانفينيتي، هي صحيح divergent بس تقترب من infinity if لكل ألفا أكبر من صفر. بتقدر تلاقي ألفا هون، لكل ألفا مش إبسلون، بس انتبهوا للرمز ألفا. مش مشكلة نحط إبسلون، بس الرمز إله دلالة. There exists k، موجود في natural numbers such that xn أكبر من ألفا لكل n أكبر أو تساوي k. هاي السيكونس بتكون converges للإنفينيتي، والرمز لإلها والنوتيشن لإلها بنقول إنه الليمت لxn بيساوي إنفينيتي when n approaches infinity. هذا النوتيشن بنقول ان السيكونس بتروح للانفينيتي اذا كنت انت بتقدر تعمل انها العناصر تصير اكبر من مليون. اذا بتقدر تعمل عناصر اكبر من مليون، يعني هاي اكس واحد اكس اثنين اكس الف الف واحد الى اخره، وتشهد السيكونس بنقول انها converges to infinity او tends to infinity. الكتاب بيستخدم اذا كان
إذا كان بتقدر تعمل عناصر أكبر من 10، بتقول إنه أوكي العناصر بعد هذا الحد راح يكونوا كلهم أكبر من 10. طيب بتقدر تعملهم أكثر من 1000، أوكي بجي لعند هون بقول العناصر بعد هذا الكي راح يكون أكبر من مليون. طيب بتقدر تعملها أكبر من مليار، لازم تلاقي حد بحيث إنه بعد هذا الحد يصير أكبر من أي رقم أنت بتختاره. هيك معناه إنها سيكونس بتروح بتقترب من الإنفينيتي. طيب لازم يميز بين إنها هي بتقترب من الإنفينيتي، هي دايفرجنت أكيد يعني لأنها أنباوندد، بس في فرق بين هاي السيكونس زي ما حكينا والسيكونس اللي واحد ماينس واحد واحد ماينس واحد اللي بتضل تتردد بين هاي وهاي. تمام. طيب متى بتروح للماينس إنفينيتي؟ We say that إنه xn tends to minus infinity if لكل ألفا أكبر من زيرو there exists k موجودة في natural numbers such that اللي هي ال xn أقل من minus ألفا لكل n أكبر وتساوي k. متى بتروح من ماينس انفينيتي؟ إذا صارت أقل من سالب ألف وسالب مليون وسالب عشرة مليون وسالب أي رقم تبدك إياه. أنا فقط هذا اللي حبيت أخذه من هذا السكشن، ما بدي إشي أكثر من هذا السكشن، يعني إنه إيش تعريف اللي هي السيكونس اللي بروبرلي دايفرجنت سيكونسز. يعني إذا كانت ثلاثة هون بنقول if xn converges to infinity plus or minus we say that xn is properly divergent sequence is a properly divergent تمام. فقط هذا اللي بدي اياه من السكشن بس نكون عارفين هذا التعريف. إذا شابتر 4 هو limits ننتقل إلى الآن، واللي هو هذا اللي عمل شيء يسموه mathematical analysis اللي هي limiting concept. طبعا بدأت هذه الفكرة limit concept مع بداية الكالكولس، مع بداية اختراع الكالكولس اللي حصل بالقرن السابع عشر من شخصين اثنين منفصلين عن بعض اللي هم إسحاق نيوتن ولايتنس. حاولوا إنهم الفكرة اللي إلهم زي ما كلكم عارفين طبعاً إنهم كيف يحسبوا اللي هو التانجنت، السلوب للتانجنت، والسلوب للتانجنت سواء كانت يعني كتانجنت أو كسرعة وتسارع، يعني إنه لما يكون القاطع نقطتين القاطع تقترب أكثر فأكثر فأكثر، يعني فيها نميل القاطع، بس لما يكون يقترب القاطع إلى إنه يصير مماس النقطتين اللي في القاطع الكيرف. فكانوا تعبير اللي هو الابروتشز أو تقترب كانت زي ما إحنا بنستخدمها بالintuitive way، لكن هذا في الإعدادات الرياضية ما كانت تعمل بعض تظهر بعض المشاكل فيه لأنه مش تعريف مش دقيق. فتطور التعريف حاولوا انهم يوضعوا تعريف يعني دقيق اللي يقولوا انه كيف الفانكشن بتكون الليمت اكزيست وايش يعني الليمت، لانها الديريفاتيف بالاخير هي ليمت. فكان مساهمات لاويلر بهذا الموضوع. بعدها كوشي حاول انه يعمل ديفينيشن يعني يعرف الليمت بشكل دقيق ويستنتج كل الاستنتاجات والإثباتات الرياضية بشكل رياضي دقيق. المرحلة النهائية لتعريف الليمت النهائي اللي احنا نشوفه واللي شفناه احنا باستخدام السيكونسز هو نفسه راح يكون إلى حد ما شبيه فيه لحد كبير، راح يكون بالنسبة للفانكشنز اللي عمله هو الكارفايشتراس بالفترة اللي عاش بالفترة من 1815-1897. يعني هذا تعريف هو عبارة عن عمل بالقرن التاسع عشر. فبالتالي خلينا نشوف شو هذا التعريف وكيف نستنتج الإثباتات الرياضية من خلال هذا التعريف فقط، يعني اللي هو يعتبر
واحد من أهم التعريفات الموجودة بالرياضيات في الماثماتيكال أناليسيس هو شو يعني الليمت، شو يعني الابروتشز، شو يعني إنها سيكونس ابروتشز رقم. تمام، فنبدأ بأربعة واحد limits of functions. هلأ كنا نحكي عن sequences، هلأ نحكي عن function، وراح نشوف ليه احنا عملنا sequences قبل ال functions. لأن هون هلأ نعمل كل شيء من ال functions راح نرجع على sequences. بس عشان نحكي limit ل function، انه بالأخير هدفنا في هذا السكشن انه نقول ايش يعني limit لف ال x when x approaches c بتساوي عدد l. لا يعني شو يعني x approaches c؟ فبالتالي بدنا لازم تكون تقدر تختار نقاط قريبة على c. يعني هاي مش بالضرورة دائما انك تختار نقاط قريبة على c من x قريبة على c غير c. فبالتالي هاد نشأ عندنا مفهوم اللي هو نسميه cluster point definition. هاد يعني ممكن نستغني عنه لاحقا لما نحكي عن intervals، لأنه عملنا بالأخير هو intervals. بس خلينا بالبداية نبدأ خطوة خطوة. الخطوة الأولى عشان أقدر أعرف الليمت لـ f الـ x when x approaches c، بدي أقول شو يعني كيف بقدر أنا x approaches c. فلو كان في عندي set A في R، طبعا إحنا sets إحنا في مادة real analysis، فبتكون أي سات ما حكينا إيش هي بتكون هي من الريال نمبرز. C a point C is called، بسمي هذه البوينت cluster cluster point of A. هي يعني cluster، الكلمة cluster معناها يمكن عنقودة، فهي عنقودية ل A إذا كان if كل دلتا أكبر من صفر there exist at least one point x موجودة في A، x مش هي c و x minus c أقل من دلتا. شو يعني هذا الكلام؟ عندي هاي الريال لاين، في عندي سات A ما بعرف كيف عناصرها A، يعني A هي النقاط الحمراء، هاي ممكن تكون شكلها أي سات في الريال نمبرز، بس مهم إن عناصر النقاط الحمراء هي البوينت. بقول إنه هاي هذا العدد هو كلاستر بوينت ل A متى؟ إذا كان لكل دلتا x minus c أقل من دلتا. إيش معنى x minus c أقل من دلتا؟ معناها x أقل من دلتا زائد c، أو c زائد دلتا خلينا أكتب، وأكبر من c minus دلتا. يعني اللي هي النيبرهود لل c. يعني إذا بجي بقترب من هون قد ما بصغر، هاي الدلتا، هاي اللي هي x c زائد دلتا، وهي c ماينس دلتا. اذا بتصغر قد ما بدك صغرها، هاي صغر الدلتا قد ايه بدك، رح تضل تلاقي عنصر موجود من النقاط الحمراء من اللي هي ال a بس غير ال c نفسها. هذه ال c، يعني انا بدي كل ما صغرنا كل ما دائما بنختار عدد من عناصر ال a غير ال c نفسها. بس هاد مثلا لاحظ انه هذا الرقم هل هو كلاستر بوينت؟ هل هو كلاستر بوينت؟ لا. ليش؟ لأنك لو أخذت هذا النيبرهود مثلا حيبطل ولا عنصر من النقاط الحمراء من العناصر A موجود جوا الست، فبتقول هاي نت كلاستر بوينت. بس هاي قد ما صغرت
قد ما تصغر قد ما تصغر فراح تكون راح تحصل على نقاط تعريف. هاي بنسميها كلاستر بوينت. وقتش كيف بدنا نعمل كاركترايزيشن لانه هذه السيكونس هي عفوا انه هذه السي هي كلاستر بوينت ولا لا؟ هاي الثيرم بتقول بالشكل التالي، انه عندي A سبسيت من ال R سي. هلا حناخد امثله نوضح فيها الكلاستر بوينت بشكل ادق. طبعا سي از كلاستر بوينت اوف A اف اند اونلي اف if and only if there exists an sequence, there exists sequence an in A will an converges to C will an ما بتساوي اللي هي AN. لا تساوي C. دكتور تفضلي. سي لازم تكون موجودة ما في حدا ايه؟ حكى. مش بالضرورة. هلا احنا فقط بدي اياها تكون قريبة على A. يعني شو يعني قريبة على A؟ انه في عندي sequence موجودة في A converges لإلها. converges لإلها يعني النقاط بدها تصير من السي من الاي عفوا. خلينا ناخذ اكزامبلز نوضح فيها فكره اللي هي فكره الكلاستر بوينت. هلا واحد لو اخذنا اي 1 بتساوي النقطتين هيك بالتعريف، يعني احنا بنعرفها على انها 0 1. هلا هاي الانترفال اللي هي الزيرو والون، نقول هاي هل النص كلاستر بوينت. هلا اي نيبرهود حول النص راح يحتوي عناصر تانية من السي من الست A غير النص، صحيح؟ قد ما تصغر قد ما تصغر راح راح يكون في عندي عنصر من عناصر ال A غير النص. فالنص كلاستر بوينت والربع كلاستر بوينت. أي نقطة؟ طب هل الزيرو كلاستر بوينت؟ هل الزيرو كلاستر بوينت؟ أي نيبرهود تعمله حول الزيرو، اي نيبرهود تعمل حول الزيرو راح يحتوي على عناصر من هون، فبالتالي الزيرو اذا كلاستر بوينت. الواحد كمان كلاستر بوينت بنفس الشيء. فالكلاستر بوينتس لهي هم الكلاستر بوينتس اوف A1 ار الانترفال 0 1 مغلقه. يعني الزيرو هي كلاستر بوينت لل A1. هذا أول مثال. طيب الثاني مثال N، شو الكلاستر بوينتس ل N؟ يعني A 2 نقول هيك بهذا الشكل، A 2 بتساوي N. مين بيعطيني كلاستر بوينتس لل N؟ الان ايش عناصرها؟ الزيرو، الواحد، الاثنين، الثلاثة الى اخره. هلا اي عنصر من هذه العناصر تقدر تعمل حول نيبر هود؟ هل في عناصر تانية من الان موجود جوا النيبر هود هاد؟ لا، معناته هاد مش لا ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا هاد. اذا هون نو كلاستر بوينت.
ثلاث. لو أخذنا A3 بتساوي الواحد على N، و N موجودة ب natural numbers. هاي الست اللي هي كيف عناصرها؟ هاي الست لو أخذنا هذا الزيرو عناصرها بالشكل التالي: أول عنصر الواحد واحد، ثاني عنصر نصف، ثلث، ربع، إلى آخره. شو الكلاستر بوينتس لهي الست الـ A3؟ برأيكم؟ صفر. غير الصفر. هلا أول شيء الصفر كلاستر بوينت أكيد. ليه؟ لأنه قد ما تعمل نيبرهود حول الصفر، راح يضل. والواحد كمان. لا، الواحد مش كلاستر. هاي ليه؟ الواحد، هاي الواحد عملنا حوله، هاي نيبرهود ما فيش ولا عنصر غير الواحد. طيب النص، هاي النص كمان، النص مش كلاستر، بقدر اعمل حوله نيبرهود ما بيحتوي ولا نقطة غير النص. فقط الصفر، هو الكلاستر بوينت. اي نقطة تانية بتقدر تعزلها عن التانيين، لكن الصفر، يعني الكلاستر بوينتس زيرو is the only cluster point of A. فقط الصفر. اوكي، احنا هدفنا مش هو الكلاستر بوينت، وان كان هذا مفهوم راح نرجع له بشكل بتحليل اثنين بشكل اساسي اللي هو الليمت بوينتس وهذه الاشياء. بس خلينا هون نروح لتعريف الاساسي بهذا السكشن وبهذا الشابتر او بهي الماده تحديدا. يعني هو هذا هو اهم تعريف على الاطلاق في الاناليسز ديفينيشن. هلا بدي اقول ايش يعني الفانكشن في له ليمت. A subset من R، C cluster point of A، F هدول كله لا كل هاي الأشياء، F معرف من ال A لل R. أوكي، نفترض هذا الافتراضات عندي، هذا السيتنج انه سي هي كلاستر بوينت، اي سبست من الار، واف معرف على هذا الهي. ال الموجود في الار is said to be the limit is said to be the limit of F at C F. احنا هلأ ايش بنعمل؟ بنعرف هاي اللي هي الليمت ل F of X when X approaches C بتساوي L. هذا هو L is said to be the limit of F at C. هذا التعريف اللي زي ما حكينا اللي عمله كوشي بصورته النهائية الموجودة هلأ، هاي هي اللي كتبه بهذه الصورة هو فايشتراس. إذا كان لكل إبسلون أكبر من زيرو، إحنا بنقول إن الليمت لإف الإكس بتساوي ال. يعني كيف كنا بالكالكولاس نحكي إنه إذا اقتربنا من سي لازم F الX تقترب من L، إذا اقتربنا من C لازم الصور تقترب من ال L. طيب كيف هذا رياضيا؟ لكل إبسلون أكبر من زيرو بدي أقدر ألاقي دلتا أكبر من زيرو، بحيث إنه such that إنه الصور القريبة على C، النقاط القريبة على C تعطي صور قريبة على ال L. يعني if
اكس موجودة في اي، اكس ماينس سي اقل من دلتا اكبر من سي، then اف الاكس ماينس ال اقل من دلتا، اقل من ابسلون اسف. كمان مرة، احنا هدفنا ما يلي اللي احنا بدنا نحكيه هو عندي function معرف على set A، هذه الـ A هي for real numbers، C هي cluster لإلها، بدنا نقول انه صور F لما X تقترب من الـ C تقترب من الـ L، الصور تقترب من الـ L. ايش معنى هذا الشيء رياضيا؟ هي معنى رياضيا انه دائما لأي إبسلون بدك إياه، أنت تعطيني إياها عشر أو واحد بالألف أو واحد بالمليون زي ما شفنا بالسيكونسز، بقدر ألاقي دلتا، بقدر ألاقي دلتا بحيث إنه الصور لما تكون X قريبة على C، هي شو يعني X قريبة على C؟ قريبة بمقدار أقل من دلتا، لازم تكون الصور لF أقل من إبسلون. هاي بالرسم البياني لو أخذنا هذا الفانكشن نجي على هذه النقطة سي، بتقول إنه لكل إبسلون أكبر من زيرو بدك تلاقي دلتا، دلتا حول السي، دلتا حول السي، بحيث إنه هاي إكس تختارها من هذه المنطقة، صورهم لازم يكون هاي المنطقة اللي أنت بدك إياها، هاي إف السي، هاي صورهم لازم ما تبعد عن هذا الرقم اللي هو L أكثر من إبسلون. كل ما صغرت هاي أكثر لازم تقدر تلاقي تصغر هاي أكثر بحيث إنه كل الصور اللي في هاي المنطقة يكونوا موجودين بهذا المكان. هاد تعريف الليمت اللي هو راح يعني يضل ملازمنا بالأناليسز كلها بكل أنواعها، بكل هاي هو عبارة عن limit process أو convergence process أو كل هذا الشيء. هلا النوتيشن نكتبها بهذا الشكل، إنه limit ل f of x بتساوي l when x approaches c، أو ممكن تنكتب بهذا الشكل f converges to l as x approaches c. يعني هاي أو هاي بيعنوا نفس الشيء، وبنقول إنه F converges to L as X approaches C. مفهوم دقيق جدا جدا، وبحاجة لأنك تفكر فيه أكثر من مرة، ترجع تشوفه أكثر من مرة وتقرأه من أكثر من زاوية إنه كيف تتأكد إنك أنت فاهم هذا التعريف، وتطبق عليه مجموعة من الأمثلة اللي تتعلق في إنه كيف تثبت باستخدام التعريف إنه هاي هي اللي فعلا صحيحة. بكل بساطة عشان إنه لما تكون X قريبة على C صور قريبة على، لما X تكون قريبة من C، شو يعني X تكون قريبة من C؟ معنى هذا الشيء إنه حاصل الطرح بينهم أقل من دلتا، لازم تكون f x قريبة على l. شو يعني قريبة على l؟ معناته f x ناقص l أقل من epsilon. وانتبهوا هون، إحنا ليش كتبنا أكبر من صفر؟ يعني شو يعني x minus c أكبر من صفر؟ شو المقصود بأكبر من صفر هون؟ شو بنستفيد من هاي؟ هاي مين بقول لي هاي أكبر من صفر؟ شو بتعني بمكان بكلمات أخرى؟ هذه قيمة مطلقة، فبالتالي المفروض دائما تكون مش سالبة. يعني أنا لما أقول لك إنه في عندي عدد x هاد أكبر من زيرو بالقيمة المطلقة، شو يعني؟ إنه قيمته لا تساوي، إنه لا يساوي صفر. فبالتالي يعني إحنا هون بندور على x اللي مش c، غير c طبعاً. إحنا هاي كأنه لكل x موجودة في a و x لا تساوي c، يعني هاي معناها x لا تساوي c، و x مسافتها عن c أقل من الدلتا.
هاي الاكس اللي احنا بنحكي عنها لازم تحقق هذا الشرط اللي هو صورتها مش لازم تبعد اكثر من هالابسلون. خلينا نروح للأمثلة، بس قبل الأمثلة في ثيرم ممكن أن تتوقع، لو أترك لكم التوقع أنكم تتوقع إيش هي، إنه الفانكشن عند نقطة واحدة كان have at most one limit، ما بتكون limit تنتين، يعني مستحيل يكون، إما بتكون does not exist إنه ما في عندي، أو بتكون واحدة. فبتقول إذا كانت A، شوف نظرياتنا كلها راح تكون هاي الديباجة دائما راح تكون موجودة، سي كلاستر بوينت. فالسؤال اللي سألتوني قبل شوي، هل السي موجودة في الاي؟ مش بالضرورة. فبالتالي انه هون وما بدي ادور على صورتها اصلا حتى لو كانت موجودة، يعني ما بدي اشوف انه صورتها قريبة على ال ولا مش قريبة على ال بغض النظر. يعني في الليمت ما احنا ما بنهتم عند السي بالضبط، بنهتم نهتم فقط في جوارها. وقت ايش بنهتم في السي؟ لما نحكي عن الكونتينيوتي، ان الصوره بالضبط عند الرقم. فبنقول سي كلاستر بوينت اي اوكي سب سيت اف معرف على اي من ار، بنقول انه هذا السيتنج دائما موجود عندي. النتيجه بتقول انه اف كان هاف ات موست وان ليميت. لبروف سبوز ال اند ال برايم ار تو ليميتس، يعني هذه الفكرة اللي شفناها وراح نطبقها نفسها، ار تو ليميتس اوف اف ات سي. معنى هذا الشيء إنه الليمت f x when x approaches c بتساوي l، and الليمت f x when x approaches c بتساوي l prime. يعني إحنا نقول إنهم two limits، بس بالأخير نثبت إنهم هذول التنتين متساويات. Okay, so l minus l one بالقيمة المطلقة. الفكرة L minus F ال X plus F ال X minus L prime. ضفنا وطرحنا L prime بال triangle inequality أقل أو تساوي F ال X minus L plus F ال X minus L prime. طبعا هاي خطأ أكبر أو تساوي صفر لأنها قيمة مطلقة. طيب F الـ X minus L نقدر نعملها أقل من أي إبسلون بدنا إياها، ليه؟ لأنه هون لكل إبسلون أكبر من زيرو تقدر تلاقي هون دلتا واحد، مش الليمت لـ F الـ X بتساوي L، ما أنت بتقدر تلاقي لم دلتا واحد such that such that F ال x minus l هاد أقل من إبسلون على 2 لكل، وين هذا الكلام صحيح؟ x موجودة في ال a و x minus c أكبر من 0 أقل من دلتا 1، صحيح؟ مش هذا هو التعريف؟ طيب وهذا نفس الشيء، بقدر ألاقي دلتا بس مش بالضرورة أنها نفس الدلتا، نسميها دلتا 2 مثلا such that إنه f ال x minus l prime أقل من إبسلون على 2 لكل x موجودة في ال a x minus c أقل من دلتا 2، صحيح؟ تمام. نرجع ل f ال x minus l أقل من إبسلون على 2،
هاي أقل من إبسلون على 2. وين هذا الشيء؟ لما تكون إكس ماينس سي أقل من دلتا 1 زائد، وهي كمان أقل من إبسلون على 2. هاي متى بتستنتج هاي؟ لما تكون أقل من دلتا 2. طيب التنتين مع بعض، هذا الكلام لا أكتب هون لكل إكس موجودة في الأي، وإيش كمان؟ شو الشرط اللي بتحققه؟ يعني هاي هذا الشرط بتحقق لما تكون إكس أقل من دلتا 1، وهذا الشرط بتحقق لما تكون أقل من دلتا 2. إذا كانت دلتا بتساوي المينيموم بين الاثنين، لما تكون أقل من المينيمم. قارنوا هذا الشيء بالسيكونسز، كنا بالسيكونسز، لما كنا بالسيكونسز كنا نقول أكبر من الماكسيمم، لأننا كنا نقول إنها هاي تتحقق بعد رقم معين وهي تتحقق بعد رقم معين، فبنقول إنه بضمن إنه إذا تحققت بعد التنتين. أما هون بتتحقق إذا كانت أقل من دلتا 1 وتتحقق أقل من دلتا 2. متى بتتحقق؟ لما تكون لكل x في a و x ماينس c أقل من دلتا، ودلتا ودلتا هي دلتا بتساوي المينيمم بين دلتا 1 ودلتا 2. فبالتالي هذا يساوي إبسلون، عندك L ماينس L1 أقل من إبسلون for any إبسلون، تستنتج إنه so L ماينس L1 بتساوي 0 بالقيمة المطلقة، بدون قيمة مطلقة بتصير L بتساوي L1، وهو المطلوب. تمام، خلينا نروح لشوية examples بس نفهم إيش يعني نطبق فيها تعريف الليمت. تذكر تعريف الليمت لكل إبسلون أكبر من زيرو، في عندك تقدر تلاقي أنت دلتا، أنا بعطيك الإبسلون أنت لازم تلاقي الدلتا، بحيث إنه إذا كانت X minus C أقل من دلتا F X لازم تكون أقل من الإبسلون. بس طبعاً هون لازم ندير بالنا إنه X مأخوذة من منطقة تعريف الفانكشن، لأن الفانكشن مش معرف إلا عند A فقط. طيب دكتور، كيف عمل آخر خطوة؟ أي خطوة هون؟ آه هلأ مش إحنا استنتجنا إنه هون مش آخر إشي، هاي بتعني إنه سو لكل إبسلون أكبر من زيرو L ماينس L برايم أقل من إبسلون. هذا عدد، ليش ماينس L برايم أكبر من صفر؟ هيها مش بتساوي هاي أقل أو تساوي هاي أقل من إبسلون؟ لا، ليش هي أكبر أو تساوي صفر؟ قيمة مطلقة. أوكي، في عندي عدد أكبر يساوي صفر وأقل من إبسلون، فبالتالي هو ثابت، هو فيكست، يعني هذا رقم ثابت. L و L1 أرقام ثابتة، يعني أقل من إبسلون for any إبسلون، فبالتالي هو الزيرو. طيب نشوف الإكزامبلز. واحد، الكونستانت فانكشن إذا كان F ال X بتساوي B يعني كونستانت، إيش الليمت F ال X when X approaches C، وأي C بدك إياها، C يعني لا على التعيين، اللي بتساوي B. كيف بدنا نثبت هذا الشيء؟ البروف لا إله سنس، هلأ let epsilon أكبر من zero be given f x minus b. شو بتساوي هاي؟ بتساوي b minus b وتساوي 0. طب هاي اقل من اي ابسلون، اختار اي ابسلون بدك اياها، اي دلتا بدك اياها، مش حاصل الطرح راح يكون بيساوي صفر،
فهو لأي دلتا فور أني دلتا بدك إياها فور مش بس أني دلتا أكبر من صفر إكس ماينس سي أقل من دلتا وأكبر من صفر. فالفانكشن الكونستانت فانكشن هو دائما الليمت اللي له بتساوي بي لأنه حصل الطرح هذا بيساوي صفر وأقل من أي إبسلون فالشرط تلقائيا متحقق بدون أي شيء. رقم اثنين رقم بي الليمت لإكس وين إكس أبروتشز سي زي ما كلنا بنعرف شو بيساوي هذا سي يعني هون اف الإكس بيساوي إكس وإل بتساوي سي. كيف بدنا نثبت هذا الشيء؟ To show that let epsilon أكبر من zero be given. هلا أنت مهمتك إيش تختار دلتا؟ هل أعطيتك الإبسلون؟ ما لا على التعيين مش عليها ولا شرط إلا إنها موجبة. بدي أنت منك تختار إيش هي دلتا هذا السؤال بحيث بحيث إنه إذا كانت x minus c أقل من الدلتا أكبر من الصفر هذا بيضمن إنه f ال x minus c أقل من الإبسلون. إيش بتختار الدلتا؟ إبسلون إبسلون نفسها. فبنقول هون let إبسلون أكبر من zero be given. أنت هاي أنت أعطتني إياها. أنا كيف كنا بالسكشن القبل بالشابتر القبل إنه تنفرض علينا إبسلون إحنا نختار كي تحقق هذا الشرط. هلا إحنا نختار دلتا فتك دلتا بتساوي إبسلون. إذا اخترنا دلتا بتساوي إبسلون فبالتالي إكس ماينس سي راح إذا كانت أقل من دلتا فهاي فهاي إف الإكس ماينس سي اللي هي تساوي إف الإكس ما هي هون إيش هي إكس إكس ماينس سي مش تختار دلتا بتساوي إبسلون فبالتالي هذه أكيد أقل من إبسلون لأنها هي أقل من دلتا فهي أقل من إبسلون لأن دلتا وإبسلون هما نفس الشيء. اوكي يمكن مش واضح استخدام التعريف بشكل حقيقي لسه بهدول المثالين. خلينا هلا هذا هو المثال اللي بدنا نوضحه يعني الليمت ل اكس تربيع يعني شو ذات انه الليمت ل اكس تربيع وين اكس ابروتشز سي بتساوي سي تربيع. طبعا احنا في هاي المادة مش جايين نتعلم انه هاي بتساوي سي تربيع لانه اصلا بنعرفها من سنتين او ثلاث سنين بتعرفوا كل بيعرف انه هاي الليمت لإكس تربيع بتساوي سي تربيع. بس احنا مهمتنا هلا انه نقول انه ليش هذا الكلام ببناء رياضي دقيق ليش هو صحيح. اوكي البروف لإلها انه let epsilon be given بغض النظر انت عن اي ابسلون انت اخترتها بغض النظر بدك تقولي انه في عندي دلتا لاي ابسلون هاي في لها دلتا بحيث انه اذا كانت اكس ماينس سي قريبة على دلتا لازم تكون الاكس تربيع قريبة على السي تربيع بابسلون. اوكي سو احنا هدفنا بالاخير هدفنا انه اكس تربيع ناقص سي تربيع نعمل اقل من ابسلون في الشرط اللي هو طيب. اوكي اذا هاي بتساوي اكس ماينس سي باكس بلس سي صح فرق بين مربعين هاي ممتازة هاي الدلتا. أنا بدي أختار دلتا هون هلأ مهمتنا إنه إيش هي دلتا اللي أختارها بحيث إيش هي دلتا اللي بدي أختارها بحيث إنه أضمن هذا المقدار يكون أقل من إبسلون. شوف كيف التريك اللي بنعملها
أول مرة بتبين إنها صعبة أو غريبة، ثاني مرة غريبة، بس بعدها بتصير ناتشرال بالنسبة لنا. فكيف بدنا، كيف بدنا نعمل هذا الشيء؟ هلا إذا كان، إذا كان x minus c أقل من واحد، إذا كانت x، إحنا ما بنعرف إنه هاي x minus c أقل من الواحد ولا لا، بس نفترض للحظة معينة، أو إذا كانت، إحنا نسأل هذا السؤال، إذا كانت أقل من الواحد، then إحنا بنعرف إنه x هاي minus c أقل من الواحد، بس بالترينجل إنكواليتي، مش الترينجل إنكواليتي، هاي أكبر من أكبر من القيمة المطلقة للإكس ماينس القيمة المطلقة لسي. طبعاً في عليها قيمة مطلقة، لو شلناها كمان بتضل صحيح. هاي اللي هي مش الترينجل إنكواليتي بالضبط، وإنما هي هيك، يعني مش الترينجل إنكواليتي كانت A plus B أقل أو تساوي A plus B، في بعدها كانت إنه A minus B أكبر أو تساوي A minus B بالقيمة المطلقة. لو شلنا القيمة المطلقة بتضلها أكيد يعني مش راح تزيد. فبالتالي هاي X بالقيمة المطلقة minus C راح تكون أقل من واحد، وبالتالي لو نقلنا C للطرف الثاني راح تنتج عندك إنها X، X أقل من واحد زائد C. طبعا إحنا ممكن واحد يفكر ليش إحنا بنعمل هذا الشيء. هلأ هاي ممتازة، إحنا بنختار دلتا بتساوي إبسلون، بس المشكلة إنه هاي بتعطل علينا، يعني هاي بتعطل علينا، فبالتالي هاي هذا اللي إحنا بنحاول نلاقي لها مخرج. طيب so هاي كيف كيف نلاقي لها مخرج تحت هذا الشرط اللي هو إذا كانت X minus C أقل من دلتا. أوكي، إذا X plus C هلأ أقل أو تساوي بالترينجل إنكواليتي القيمة المطلقة ل X plus القيمة المطلقة ل C. طبعا هون في هذا القيمة المطلقة ل C، والقيمة المطلقة ل X هي أقل من واحد زائد C، وزائد C بصير أقل أو تساوي واحد زائد اثنين القيمة المطلقة ل C. إذا إحنا هون اللي عملناه إنه X هذه variable، ما بنقدر نقول إنها الإبسلون تعتمد على الفاريبل هاد، يعني لازم إحنا بدنا إياه يحقق هذا الشيء لكل X موجودة في أقل من الدلتا. بس أنا قدرت أقول إنه إذا X زائد C أقل من واحد زائد اثنين C، متى هذا الكلام؟ إذا كانت X minus C أقل من الواحد، إذا كانت X minus C أقل من الواحد، فبالتالي هاي هختار أنا دلتا. So take دلتا بحيث إنه such that اللي هي بتساوي إبسلون على واحد زائد تنين سي. شو راح يصير عنا؟ راح يصير عنا بهذا الشكل، هاي أقل أو تساوي دلتا اللي هي إبسلون على واحد زائد تنين سي، وإكس زائد سي أقل من واحد زائد تنين سي، وهاي مع هاي تختصر فبتساوي إبسلون. إذا اخترنا دلتا بتساوي إبسلون على واحد زائد تنين سي، وكان تحت هذا الشرط إنه X minus C أقل من الواحد. طيب بس مشكلة إنه لو ما كان هذا أكبر من الواحد في عنا مشكلة. كيف بنحلها؟ بنحلها بالطريقة التالية، إنه بنقول مش دلتا بتساوي هذا الشيء، تيك دلتا بتساوي المينيمم بين الواحد والواحد زائد
2 سي على 2. ليش عملنا هذا الشيء؟ لعملناه انه لو كانت اكس ماينس سي اقل من دلتا معناته هي اقل من الواحد. انا بدي اضمن انه اكس ماينس سي اقل من الواحد، بما اني معرف انا دلتا هي المينيمم بين الواحد وبين هذا المقدار، فهذا بيعني هاي اوتوماتيكلي بيعني انها دلتا should be less than one. لما اختار دلتا هي بتساوي المينيمم بين الواحد والواحد زائد 2 سي على 2، فهي اجبرت انه هذا الشرط يتحقق. ما دام هذا الشرط تحقق اذا راح تصير هذا الشرط متحقق، وبالتالي هذا بيكون اقل من ابسلون. بس هذا الـ الانتقال هذا بيكون اذا كانت اكس ماينس سي اقل من دلتا واكبر من زيرو. اذا اكس ماينس سي اقل من دلتا فهذا هي اقل من الواحد، معناته هذا الشرط متحقق. اذا هذا الشرط تحقق بضمن انه اكس زائد سي اقل من واحد زائد 2 في القيمه المطلقه لسي، وبالتالي هي بتساوي ابسلون.